أقدامه. المقابل جيش الكوفة 1000 وجيش عمر ابن سعد 4000. فاستشهد الجميع ومن في مقدمتهم الحسين بن علي عليه السلام. ومات من هذا الجيش المجرم الآثم 88 رجل. تتعجب أين عقول الناس وهم يقفون أمام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الحسين بن علي. الحسين بن علي ربما لم يكن على ظهر الأرض في ذلك الوقت من أدانيه منزلة ولا مكانة ولا حسبا ولا نسبا ولا شرفا ولا دينا ولا تقى. ليس لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط، لا، ولكن أيضا لأنه كان تقيا ورعا نقيا طاهرا، فهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا وطاعة وعلما وأبدا وأدبا وتقوى.